قالوا فتنة الممات كثيرة، فتنة الممات في النفس عند الموت، كثيرون أولئك الذين يفتنون عند الموت، ففي آخر لحظة يعمل بعمل أهل الجنة حتى إذا لم يبقى بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. مشكلة كبيرة أن الإنسان لا يدري متى يموت، وكثيرون هم الذين حملت لنا المجلات السيارة وقنوات الموارة هذه التي توجد في العالم، حملت لنا بعض الوضعيات من وفاة بعض البشر على سوء الخاتمة، يموتون على سوء الخاتمة، يعصي الله ولا يدري بأن ملك الموت فوق رأسه، وحينما ينغمس في المعصية تخرج روحه، فإذا به يجد نفسه قد خسر الدنيا والآخرة ومات على سوء خاتمة. ولهذا الإنسان يجب عليه أن يقدر للأمر قبل وقوعه. الشاعر يقول: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلقا عن غرة زلجا عن غرة زلقا. قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلجا، المكان الأملس الزلج، من على زلجا عن غرة دون أن يقدر للأمر تقديره، وأن يمتن وضع رجله على مكان صلب. قال: قدر لرجلك قبل الخطو موضعها، فمن على زلجا عن غرة زلقا. هكذا يقع للإنسان فتنة الممات. ولعل فتنة الممات أيضا في الاحتضار، لأن الشيطان يأتي للإنسان وهو روحه تخرج ويرى ما لا يراه من حوله، وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. والقرآن قال: وكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تنظر الأمور بدقة، لا تخفى عليك، تبصرها بينة ظاهرة واضحة. قال: يكون الإنسان مفتونا عند خروج الروح، فيأتيه الشيطان ويقول له اكفر، أو يزين له شيئا مما يغضب الله، فإن طاوعه هلك، فيكون ذلك فتنة. المؤمن عادة يثبت عند الموت وعند الحساب والسؤال والحساب والصراط والميزان والصراط وما إلى ذلك، يكون ثابت القدم. ويكون أيضا الفتنة بالسؤال، سؤال منكر ونكير، ويكون هذا في القبر، حينما يسأل الإنسان: من ربك، ومن نبيك، وما دينك، وما كتابك؟ يسأل، فإن كان من الثابتين ثبت جوابه، وعرف ربه وعرف نبيه وعرف كتابه وعرف دينه وأجاب بثبات، وإن كان غير ذلك تلعثم ولم يستطع أن يجيب، فحينما لم يستطع أن يجيب كان ذلك سبب هلكته، لأن الكتاب سبق عليه بذلك، فيكون قد عمل سيئا فجوزي بذلك ولا يعرف ما يقول. أما المؤمنون فإنهم يثبتون. فقالوا إنه القبر، ثم السؤال أمام الله، أمام الله تعالى، حينما تنشر الصحائف ويوضع الميزان، ويكون الله تعالى هو قيوم السماوات والأرض وهو الحكم العدل الذي لا تخفى عنه خافية، وإذا بالإنسان يقف أمامه ليأخذ كتابه إما بيمينه وإما بشماله، إما بيده اليمين وإما بيده الشمال، فإن أخذ الكتاب بيمينه نجا، وأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا، وأما من أوتي كتابه وراء ظهره الله بشماله أيضا، فهذا الذي هلك، أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا، إنه كان في أهله مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان به بصيرا. والذي يعطى كتابه بيمينه يقول: ها أم اقرؤوا كتابي، يفاخر ويزهو ويرفع كتابه إلى أعلى ويقول: ها أم اقرؤوا كتابي. وأما الذي
يؤتى كتابه بشماله فيقول يا ليتني لموت كتابيه ولم أدري ما حسابيه. فالإنسان يجب عليه أن يقدر موقفه، إما أن يكون ممن يقول هاء مقرأ كتابيه، أو ممن يقول يا ليتني لموت كتابيه. إنسان بين هذا وهذا، هذه فتنة، فتنة الممات، فتنة الممات وما بعد، وما بعد الممات. فقالوا إن الميزان فتنة، وربما قال بعضهم إنه فتنة المرور على الصراط، لأن الصراط يوضع، قال ما يبقى إلا الجنة والنار والصراط، والصراط يوضع على فوق النار ويرد عليه الخلق، فالذي يمر كمرور البرق، والذي يمر كمرور الذي يجري على خيل لها قوة وشدة، ومنهم من يجري كأنما يجري على رجليه، ومنهم من يجري يزحف، ومنهم من يجري بطيئا، ومنهم من يتعثر، ومنهم من يسقط. لأن يعني القرآن الكريم قال وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فالذين ظلموا يسقطون، والذين أحسنوا وآمنوا يمرون. قالوا هذا أكبر، أكبر بلاء، أكبر فتنة، وتكون هذه الفتنة ملحقة بفتنة الممات، لأنها فتنة المرور على الصراط يوم القيامة.